بحماك دمعي كم فاض الحزننا. ولا يخفاكم الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب الرضاع أنه ذكر قصة طويلة وخلاصتها يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إنه رأى أبا لهب في النوم في شر حال فسأله عن حاله فقال له حالي كما ترى. قال له إلا أنني، يعني المتكلم هنا أبو لهب، قال إلا أنني أسقى في كل يوم اثنين من نقرة إصبعي، هذه أسقى منها ماء. لماذا؟ قال لأجل أنني أعتقت ثويبة لما أخبرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي أحد كبار علماء الأمة الإسلامية وحفاظ أحاديثها، يقول إذا كان هذا كافر جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟